يعني انت بتعملي محتوى جميل جميل، عارفه الناس دايما تقول لي برضو وتقول لك كده، احنا بنلاقي فيكي نفسنا. يعني صح، المشكله زي فاكره ما عملت فيديو العيال والمذاكره وانت برضو بتعملي ده، خلاص ده الواقع بتاع الامهات. صح. انت عايزه تستمري في ايه، وايه بتحلمي بايه في موضوع السوشيال ميديا ده؟ يعني عايزه توصلي لفين؟ انا نفسي ما اتغيرش، لان في مغريات كتيره جدا بتخليكي تتغيري. عايزه يبقى ليا بلاتفورم اتكلم عليه باي طريقه ما، يعني دي برضو حاجه في بالي. والبلاتفورم بتاع السوشيال ميديا ده اقوى بلاتفورم، بس احب اقول لك يعني الناس متخيلين انه مثلا لو برنامج لو كده، السوشيال ميديا قوية جدا دلوقتي، وبقت البرامج تجري على السوشيال ميديا تاخد منها عشان صحيح. تقوي نفسها، او تجري على المنصة بتاعت السوشيال ميديا عشان تحط يعني انا بقيس دلوقتي نجاحي هي الحلقة دي اتشافت قد ايه. صحيح. صح. فاقصد انت البلاتفورم بتاعك قوي جدا. ايوه. انا انت عارفه بيبقى عندك طمع ان انت عايزه توصلي لاكبر شريحه ممكنه. يعني في ناس برضو لسه يعني كبار شويه ما لهمش في السوشيال ميديا قوي. الجورنان برضو خلاني ادخل لاكسس لناس، في العمود في الاخبار في اليوميات اسمه ايه؟ هي في يوميات الاخبار اخر صفحه دي. العمود بتاعك له اسم؟ لا هي يوميات الاخبار. اليوميات اللي كانت في الاخر دي كل مره بيبقى ليها اسم. فجيت اكتشفت انا في ناس ما عرفتنيش الا من الجورنون. ايوه. فانت روحتي لشريحه معينه بتاعت القراءه. بالظبط. طبعا. لا ده دي الكريمه. دي الكريمه اللي بتقرا. بالزبط. يعني انا اتمنى ان الناس، انت كمان عامله ثلاث كتب جمال وانت بتقريهم بتكركعوا من الضحك. قولي لي اسماء كتبك كده يا ساره. فيها حاجه حرشه. ايوه. وخلطه عمري. ايوه. ووش القفص. ووش القفص. في كتب جايه قريب؟ مش عارفة، بس للأسف يعني السوشيال ميديا ممكن بتاخد بتسرق جدا، بتسرق المحتوى الحلو بتسرقه على السوشيال ميديا. أنا كنت بكتب وبعدين السوشيال ميديا سرقت القصة دي، بس أنت بالذات لازم تفضلي تكتبي لأن أنت عندك تالنت في الكتابة مجرمة. أنا أكتر حاجة كانت شداني في موضوع إن أنا أكتب إن في شريحة كبيرة جدا ما بقتش عايزة تقرأ وخلقها ضيق وبتتخنق، بس في نفس الوقت عايز ترجع تقرأ تاني. وأكتر حاجة شدتني برضو إن لما تدي الكتاب لولادك ما تبقيش قلقانة. يعني ممكن تديهوله ما تبقيش خايفة يبقى فيه كلمة كده لفظ كده. لا أنا بحاول أخاطب كل الناس باسلوب لائق يدخل كل البيوت من غير اي قلق خالص. ولادك قد ايه ساره سنا؟ 10 و7. انت ماشيه، احنا يعني ايه ماشيه بقى واخده الولاد وكله بيربي العيال معاكي وبتطلعي وكل مرحله سنيه. انا الحقيقه ما بتفرج عليكي بفتكر المرحله دي انا عشتها. ايوه صح. بتحكي حاجات يعني لسه مستنياكي ما توصلي المراهقه. انا عايزه اقول لك في ناس تقول لي عايزين نصايح للمراهقه، قلت لهم لا والله لسه ما وصلت لهاش. لسه ما تعرفيهاش عشان كده ما تعرفي. يعني انت ماشيه بالواقع وعشان كده انت ملكه الواقعيه. بالنسبه لي ساره الذهبي ملكه الواقعيه. امشوا معاها ستيب باي ستيب، هتتربوا العيال معاها. والحقيقه الكونتنت اللي انت بتعمليها ساره بجد ممتع ومفيد، برغم من انه بيعكس الموضوع بسخريه فظيعة وضحك فظيع، بس بنستفيد.